ونحتاج على التعرف على المحتويات التربوية للشهر. عرفنا الصوم، ماذا مع الصوم؟ مع الصوم تلاوة، مع الصوم دعاء، مع الصوم مراقبة للذات في كل حركة وسكوت، فيما أقول، فيما أنطق، فيما أصادق، فيما أعادي، في كل أمر من أمور الحياة. في شهر رمضان مجالس الذكر ومجالس الصالحين وعمل الخيرات وانفتاح على حاجات الفقراء والأيتام والمساكين وعلى حاجات المجتمع والسعي لإصلاح المجتمع وخدمة الأمة، كل ذلك في شهر رمضان. ومن محتوياته وبرامجه